It is 3 hours. صوت الرب على المياه يهتف قائلا هلموا خذوا جميعكم روح حكمة روح فهم روح اليوم طبيعة المياه تتقدس والأردن ينشق وتمسك مياهه عن الجار إذ يشاهد سيد فيه مغتسلا. إلا الخلاص وصرنا واحدا آمين. لأنك بدافع المحبة أرسلت ابنك يسوع المسيح إلى العالم. قلوبنا وخدعنا أنفسنا في قلة الرحمة لدينا، لم نعد نرى يسوع في أولئك الذين يختلفون عنا. على صفحة 5 أحمدك بكل قلبي. ويكون مكان يستقبل الكل من كل أرجاء العالم. أبنائي، ربنا يحمي يبارك ويحفظ الجميع. اليوم نبدأ بمعيتكم نيافة المطران مع الجميع، وسبق أنه أقيمت صلاة في هذه الكنيسة يوم 6/1، واليوم هذه